أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم.